بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع سيغطي بعض خصائص البي سيلز وتركيب الأجسام المضادة وبعض وظائفها. تتميز المناعة المكتسبة أو الأدابتيف إميون ريسبونس بوجود ريسبتورز متنوعة على سطح البي سيلز والتي سيلز، وهذه خاصية تميزها عن خلايا الإنيت إميون سيستم. كمثال، خلايا الماكروفاج يوجد على سطحها CR1 ريسبتور، ويوجد نفس الريسبتور وبنفس التركيب على كل الماكروفاجز. بالمقابل، خلايا التي سيلز والبي سيلز قد يختلف فيها الريسبتور من خلية إلى أخرى، مما يعطيها الخصوصية أو السبيسيفيسيتي في استهداف الأنتيجين. بمعنى آخر، كل خلية من البي سيلز على سطحها ريسبتور قد يختلف عن الخلية الأخرى، ولكن البي سيل الواحدة تنتج فقط نفس الأنتيجين سبيسيفيسيتي. الريسبتور الموجود على سطح الماتشور بي سيلز هو عبارة عن إميونوغلوبولين أو جسم مضاد، عادة ما يسمى بالبي سيل ريسبتور أو البي سي آر، والذي يكون إما من نوع الـ IgD أو الـ IgM. وفي حال تنشيط البي سيلز فإنها تتحول إلى بلازما سيلز قادرة على إفراز الأنتيباديز. وبالرغم من أن الأنتيبادي يوضح بشكل رمزي بحرف الواي، إلا أنه في الحقيقة مكون من التفافات بروتينية ثلاثية الأبعاد. يتكون الأنتيبادي من سلسلتين ثقيلتين تعرفان بالهيفي تشينز، ترتبط ببعضها البعض عن طريق دايسلفايد بونز. وكل هيفي تشين يتكون من عدد من الإميونوغلوبولين دومينز، ومصطلح الدومين هو وصف لمجموعة من الأمينو أسيدز التي يكون لمجموعها شكل محدد، وفي هذه الحالة شكل الأمينو أسيد سيكونس يكون جلوبيلر أو كروي، وتحافظ الدومينز على شكلها المتماسك بسبب وجود روابط الدايسلفايد بونز القوية. إضافة إلى ذلك، هناك نوعين من الدومينز، الكونستنت والموضحة باللون الأسود، وتكون فيها سلسلة الأمينو أسيدز ثابتة. أما النوع الثاني وهو الفاريبل دومينز والموضحة باللون الأزرق، ويتكون من سلسلة متغيرة من الأمينو أسيدز تختلف بحسب خصوصية الجسم المضاد. بالإضافة للهيفي تشين، يتكون الجسم المضاد من سلسلة أخرى تسمى باللايت تشين، والتي تتكون من constant و variable domains، وترتبط الهيفي واللايت تشينز ببعضهما البعض عن طريق disulfide bridges وأيضا عدد من النون كوفالنت بونز. وأخيرا، هناك نوعين من اللايت تشينز بحسب نوع الأمينو أسيدز المكونة للconstant domains، وهما كابا ولامدا. أيضا توجد 5 أنواع من الهيفي تشينز بحسب نوع الأمينو أسيدز المكونة للconstant domains، ولكل نوع أو كلاس وظيفته الخاصة به. وهناك ملاحظة صغيرة، أنه يمكن نظريا لخلية البي سيل الواحدة من إنتاج كل أنواع الأجسام المضادة عن طريق الكلاس سويتشينج، ولكن ذلك يكون بترتيب محدد. بمعنى، إذا بدأت الخلية بإنتاج الـ IgM ثم بعده قامت بالكلاس سويتشينج لتبدأ بإنتاج الـ IgG، فإنها لا تستطيع العودة لإنتاج الـ IgM مرة أخرى. ويرجع سبب ذلك إلى ترتيب الجينات في الـ DNA الخاص بالبي سيلز وتعرضها للديليشنال إيفنتس أثناء هذه العملية. بقي أن أذكر نقطة مهمة، وهي أن عدد الـ Constant Domains في الـ Heavy Chains يختلف بحسب الكلاس. مثلاً، بينما في الـ IgD يوجد 3 Constant Domains، الـ IgE في المقابل يحتوي على 4 Constant Domains. وبشكل عام، يمكن أيضاً أن يقسم تركيب الجسم المضاد إلى جزئين، الفاب بورشن والذي يضم الفاريبل دومينز التي ترتبط بالأنتيجين، والإبسي بورشن والذي يساهم في العديد من الوظائف الحيوية للخلايا المناعية. والفاريبل دومين هو الجزء الذي يرتبط بالأنتيجين، ويتكون من مناطق ثابتة من الأمينو أسيدز تسمى بالفريمورك ريجنز. تتخلل هذه الفريمورك ريجنز مناطق تسمى بالكومبلمنتري ديترمينينج ريجنز أو CDRs، وتكون فيها الأمينو أسيدز متغيرة بين كل خلية بي سيل والأخرى، مما يضمن تكون أجسام مضادة تختلف عن بعضها البعض. تسمى مجموعة الأمينو أسيدز التي يستطيع الأنتيبادي تمييزها على سطح الأنتيجين بالإبيتوبس، ويمكن أن يكون هناك أكثر من إبيتوب على سطح البروتين أو الأنتيجين. إضافة إلى ذلك، يمكن الأنتيبادي من الارتباط بالإبيتوب سواء كان لينير، بمعنى أن الأمينو أسيدز المرتبطة بالأنتيبادي تكون متسلسلة كما في البيبتايد، أو تكون كونفرميشنال كما في البروتينات الكبيرة ذات التيرشري ستراكتشر، بحيث يمكن للأنتيبادي أن يرتبط بالأمينو أسيدز التي تقع بجانب بعضها البعض في الشكل الثلاثي الأبعاد ولكنها بعيدة عن بعضها في اللينير أمينو أسيد سيكونس. كما أن الارتباط بالأنتيجين يعتبر أحد الوظائف المهمة للأنتيباديز، فإن ارتباط الإفسي بورشن بالريسبترز الخاصة بها أيضا مهم جدا لتنظيم العديد من الخلايا المناعية. للأفسي ريسبترز أنواع متعددة، ولا توجد كل الأنواع على نفس الخلية. إضافة إلى ذلك، تختلف قدرة الريسبترز فيما بينها على اقتياب الارتباط بالجسم المضاد، فبعضها يتميز بالهاي أفينيتي، والذي يعني قوة ارتباط الجسم المضاد بالريسبتر، كمثال الأفسي أبسلون R1 وقدرته على الارتباط بالـ IgE.
وبعضها الآخر لها low affinity والتي تعني ضعف ارتباط الجسم المضاد بالريسبتر مثل الـ FcγR3 للـ IgG. الحديث عن أنواع وظائف الـ Fc receptors قد يطول، لكن مثال على آلية عملها هو كالتالي: يمتد تركيب الـ Fc receptors إلى داخل الخلية، حيث غالباً ما ينتهي بـ signaling motifs والتي تعني مجموعة وظيفية من الأمينو أسيدز. وإذا كانت هذه signaling motifs تنشط بعض وظائف الخلية، فإنها تسمى بالـ immunoreceptor tyrosine based activation motif. أما إذا كانت تهبط من وظائف الخلية فتسمى بالإميون ريسبتور تايروسين بيست إنهيبيشن موتيف. وبشكل مبسط ومختصر، فإن أول خطوة بعد الارتباط بالإف سي ريسبتور هو حصول كلاسترينج أو تجمع للريسبتور على سطح الخلية. يؤدي ذلك بدوره إلى تنشيط مجموعة من الإنزيمات المعروفة بالسيرك فاميلي كاينيزز. والكاينيز ليس اسم لإنزيم بحد ذاته، ولكنه وظيفة أو وصف، ويعني قدرة الإنزيم على إضافة مجموعة من الفوسفيت لأمينو أسيد محدد. كمثال، توجد وحدتين من التايروسين في الايتام موتيف، وتكون قابلة لاستقبال الفوسفيت جروبس. وبناء على نوع الخلية ونوع هذا الريسبتور، فإن الفوسفوريليشن يؤدي إلى تنشيط سلسلة من الأدابتر مولكيولز وأيضا كينيزز أخرى، وظيفتها تهيئة الخلية للقيام بالوظيفة المناسبة. وظائف الأنتيبوديز كثيرة جدا، من ضمنها الارتباط بالأنتيجين لتهيئ عملية الفاغوسيتوسيس، وهذه الآلية تسمى بالأوبسونيزيشن. فبعد ارتباط C3B complement أو الأنتيبودي بالأنتيجين، يوجد على سطح الماكروفاجز والنيوتروفيلز ريسبترز خاصة بالكومبلمنت، وأيضا ريسبترز خاصة بالأنتيبودي. هذا الارتباط ينبه الخلية للبدء بعملية الفاغوسيتوسيس. بالإضافة للأوبسونيزيشن، توجد آلية للتخلص من الباثوجينز وتعرف بالأنتيبودي ديبندنت سيل ميدييتد سايتوتوكسيسيتي. تعتبر هذه الطريقة بديلة للفاجوسايتوسيس في بعض الظروف، كما عندما يكون حجم الباثوجين أكبر من قدرة الخلية على التخلص منها بالفاجوسايتوسيس. كمثال، عند ارتباط الـ IgE بالهلمنتس أو الديدان الصغيرة، يؤدي ذلك إلى جذب الأزينوفيلز والتي يوجد على سطحها FcεR1، وبالتالي يؤدي ذلك لتحفيز الأزينوفيلز لإفراز محتوياتها السامة على الهلمنتس والتخلص منها. والـ ADCC ليست وظيفة خاصة بالإزينوفيلز، ولكن بإمكان الـ NK cells، النيوتروفيلز والفاكوسايتز أيضاً من القيام بنفس الآلية، ولكن عن طريق ريسبتر مختلف وهو الـ FcγR3. هذا باختصار تركيب الأجسام المضادة وبعض وظائفها المتعددة جداً. أتمنى أن يكون هذا الدرس مفيداً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.